ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دوري بوزيد لو غران مرحبا بك. لا لا تبكي. لا لا حجما فيزيكمون مي باعمالك بون واحد من 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 العرس نتاع السينما التونسيه معناتها كان اليوم شن ارخو للسينما التونسيه اذا ما نحكيوش على نوري بوزيد فما حاجه كبيره ناقصه معناتها حبيبي مجموعه معناتها انا كتبت سيناريوهات لغيري برشا و... نعرف وانا مخرج عاونت ناس برشا كونت ناس برشا مانيش كان مخرج معناتها ما... مخرج جزء من مهم اللي عملته كونت... للسينما التونسية كونت برشا منهم اللي انت جبتهم وحكيت معاهم وبرشا وهذا ما يزيدك كان شرف نتصور كيما كوثر بن هنية كيما سفيان الفني كيما بلان جي فورمي باهي شوف سي بور ساك ما عادش نحب نكون في المسابقة خاطر ما نجمش نتسابق مع تلامذتي ما حتى في العالم راهو يتسابقوا مع تلامذته حتى كاين لوتش يتسابق مع تلامذته ما تجيش خلي لهم الفرصه خاطر هما جايبين شيء جديد اللي انا ما عملتوش وانا عندي شيء جبته جديد في الاول ما كانش عندي اللي قبلي الى اخره وثم هي هو السينما صراع اجيال ما هو لا كل لا, لا كل جيل خاطر توا نجمو نحكيو على جيل في تونس بالنسبه للجدد نجمو نحكيو على جيل عددهم كبر وثم خطوط تجمعهم وين يفوتوك وين تفوتهم نوري بوزيد جيل جديد نفوتهم أنه تأخذ أفلامي لكل واحد واحد مش كاننا راهو يظل يجيلي ماركات والحكاية هذه دي ما عندي قضية في الفيلم أنا مثلا كي نشوف فيلم نحبش نحكي عليه خطره في المسابقة توا لا سيد توفيعت سيد حصل ما في الصدور حسمت الجوائز وكل شيء تعرف نتائجه نعرف وما نجمش نقول اي به ومن حين نشوف اللي مثلا مع الاسف انا خدمت معاه كممثل في فيلم قصير برساوي تمكنوا قوي ياسر من استعمال ادوات التعبير وادوات الكتابه عنده تمكن بالحق ابهرني في الفيلم الطويل مهدي برساوي مهدي برساوي لكن الش يقعد هو دون التريلر حتى الاخر الفيلم ضحى بالمراه وسخها ما نعرفوش حتى شنو الكونتكست اللي خانت فيه وكيفاش خانت وعلاش خانت وعلاش اخترت انها هي تخون علاش ما تزيدش جمله من نوع ما كنت ستيريل يا راهو تبدل كل شيء ويقعد السسبنس هذا السسبنس خانت ما خانتش يزمو يتحل هذا فيلم بيك نعيش تحكي على كيفاش فيلم فيلم بيك نعيش بيك نعيش اي معناتها انا نشوف اللي ضحي بقضيه من اجل فيلم ضحي بقضيه المراه احنا مثلا نخدموا بالقضايا وعندنا قضايا انا بالنسبه لي ما نجمش نكون معادي في فيلم نحكي في فيلم نجم نكون مع حد نتعارك ولا مش مشكله هذاك واحد يخرج شويه من سينتو ونجم يكون غلط حتى عنده الحق غلط به شفت افلام تونسيه ولا ليه شفت هذا نحكي عليه جيره شفته ولا ليه جيره لا ما شفته شفت فيلم هند بو جمعه نوره تحلم شفته ايه شوف انا ما نجمش نشوف الفيلم كله خاطر نحضر في معناتها عندي خروج الفيلم نعرف نعرف باش نحكيو عليه باش نحكيو عليه اما شفت نوره تحلم ولا لا؟ ايه يهمني رايك تولد الان عليا لا 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 فيه نفس التمكن فيه ممثلين كبار مي نعرفش نحس اللي مثلا نحبش نتكلم عن الممثلين ولا تحكي خايبة انك تتكلم على ممثل وبعت لي تراسيل قضية معناتها بينك وبين روحك وحكايات ودي زيميسيون ودي زايد معناتها الواحد الأحسن ما يتكلمش به احترم تحفظك أه؟ يلزمني نحترم تحفظك كيفاش يلزمني نحترم تحفظك لا معناتها ما نحبش نحكي على نقاط الضعف مريم بن شعبان كانت معايا ما كانتش مبرمجه باش تقعد انا توسلتها باش تقعد لانه حسيتكم ما تعرفوش برشا بعضكم وهي قالت لي معناتها
عندي حاجة كان حاجة في قلبها من 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 نوري بوزيد. ما لي بالعكس نعرفوا بعض خاطر من أول الكبارات متاع تونس اللي أنا مازلت اتيديونت وهابطة في ليشتي لتونس. دقيت الباب على سي نوري على رضا الباهي على سلمى بكار واستضافني جاتني وقعدنا وحكينا حكينا صحيحين وبققتوا شوية أي في الإيقاع وقتها متاع ميكينج أوف. ثم حاجات وقتها ميكينج أوف مازال كيخرج هي ما شفتوش وقالت لي هي قالت ما شفتوش قالت لي مع الأسف الإكسبلوزيون فاشلة. آه نو با كوم سا سي ان فيت جي دي سي ان تري تري بون فيلم برشا مواقف محليهم لكن جوستومون انا جايبك متحمله بالجينيراسيون جديده بعد فما فيلم راهو عمل نقله نوعيه في تاريخ السينما في العالم اللي هو ريكيم فور دريم تبدل فيه الايقاع والصوره. قلت له سي نوري انا جي بوكو ايمي لو فيلم والحق فيه بوكو دو 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 سيكونس اي جو بونس كو سي لان دي ميور روندو اوسي دان اكتور اللي هو لطفي. قلت له حاجه بركه الايقاع شويه يظهر لي ان بو سكليروزي سكليروزي سولون بيتر بوك اللي هو نقول لك حتى قلت لي شكون عطاك الراي هذا خاطر انت مش تشوف الفيلم ما حكيتليش على الفيلم ما حكيتلي جوست ثم ديفو خساره في الاكسبلوزيون راتي والله هكا والله ان تيرم دي في سبيسيون يعني الاكسبلوزيون دو لا حاجه انه انه مريم حضرت الفيلم الاخراني نتاعك على رئيس الخوف وعندها اللي حكيت لي انها باش وصلت ديجا تمرمدت نهارتها باش وصلت للفيلم نتاعك وكانت ماهيش كيما برشا ممثلات جاوا عملوا التابي روج وخرجوا وخلوا وخلوا إيه خاطر ثم خلط ما بين افتتاح المهرجان اللي اسمه ديرو دي سواري وحكايه والناس هذوك ما يهمهمش السينما مهما كان الفيلم باش يخرجوا وانا وقت اللي قالوا لي باش تكون في المسابقه قلت لهم بربي اعملوا اري بين تقديم الفيلم وحتى واللي يحب يخرج ما ينجمش يخرج بعد درج من الفيلم على خاطر يحب يشوف هكا بار كيوريوزيتي ما وجب يشوف فيلم هذاك يضر الفيلم. نوري زاد كان عند مريم سؤال اخر وقالت هولي في الحوار ويمكن هي زاد كيف محتاجه توضيح وانا حكيت انا وياك ونعرف التوضيح نتاعك قالت لي كيما برشا زاد وقفوني وقالوا لي راه استفزنا نوري بوزيد وقت اللي قال انه عنده واسطه وعنده دعم باش خذل عندي واسطة عندك واسطة وقت اللي دخلت انا بيان سور جو سوي بيستوني مي هذيك سيتي دو لومور اونكور سندروم قيس سعيد سي با بوسيبل ماش عارف يفدلكوا العباد ماش عارفوا يضحكوا دخل قيس سعيد خاطر ماتنون اون في قيس سعيد اون لو في جي تروفي لو مو سندروم قيس سعيد معناتها الناس ما عادش تحب تبسم ما تبسمش شفتوا تبسم ما هو سنوري كانت تسمح لي فما عبيد مكبلة ومحملة ببليزيور فرستراسيون وانت أدرى يعني انت من الناس اللي كي بديت في الدومين هذا تعديت بشتى المواقف باش وصل اليوم اسم نوري بوزيد واللي مخلي وان شاء الله يزيد يخلي برشا حاجات للاجيال اللي بعد فما ناس مازالت في خضم هالعركه هذه ومازالت ما عندهاش لا خبرتك لا شعرك لا بيت كذا ومازالت تجاهد وساعات اللي يتعدى واللي ما يتعداش دونك كي تبدا مش متوضحه وان بليس مثلا انا داخله كممثله حامله قضيه انه كيفاش هالتخلويذ وكيفاش الممثل التونسي ما عندوش قدره وكيفاش كياسات مسكره ولو غران رياليزاتور كي ريبريزونت معناها cette ouverture et dans le film va être présenté à l'ouverture قل اي بيان سور جي تي بي وكان تسمح لي باش نكون معاك صريحه في حاجه فما انسان بحذايا ما خرجش من التكست الكل لا ما خرج انا ما قلتش شيء أما أنا نتمنى نسمع نوري يوضحها باش نجم نحكيو فيها به نوري بوزيد صارت الافتتاح طلعت باش تقول كلمه يبدو انه تفادليك ما تفهمتش او تفهمت بالغلط او اخرجت من سياقها او حملت عند ناس ما يحبوا لك المضره وكبروها وهولوها ما نعرفش هي بالضبط ماذا قصدت بتلك الكلمة؟ يقول لي واضحة كان مش مفسرها تقول لي خايبة ياسر فدلك تقوم تفسرها أنا قلت نجيب عياد قدم المشروع للكوميسيون ورافور يوناد انطنك برودكتور وبعد شهرين اكتشف اللي هو اختارته الوزيرة وقتها أنه يكون ممبر في الكوميسيون ما نجيبش يكون ممبر في الكوميسيون عنده دونك نداوني الوزارة قالوا لي تنجمش تبدلوا باسم شركتك بدلته باسم شركتي وهو قعد في الكوميسيون بيان سور انا بور بريزونتي جي في ان سورير جي دي بيان سور انا بيستوني لا معناتها وكان جاب الحق ما نقولوش ثانيًا احتراما للي مات كانوا بالحق لا معناتها اذا كان الناس تشوفوا انه بالحق اش قاعد نعمل غادي انا ما نخرج طردوني
بالحق ديما شيء غريب وبيستوني فيش اسكت اسكت عيب ترفض والثاني مره بعد بدلت ولا نوفيل بيدور ترفض بعد تالي بدلت ولا بيدور نوت ترفض بعد تالي فيلم بين مغرب وعشاء ترفض بالفرنسيه سميت لور ماجيك ترفضوا على خاطر فيهم حاجه اوزي لو اللي يحكي على دو في كيمان اون انكيت سور لا فيرجينيتي اي توت لي اكسبيريونس كيل فيف انكرويابل كومون ال بوف ما عاد حتى بيجي لي جون بور بارلي دونك فما انا ما فهم رايك لاندوي عملته لعلي العبيدي خاطر بزاف قريت الجواب نتاع البعث والناس كل اللي انا يحكي علي انا كي العاده معناتها عركتكم هذه مش تشوفها انا داعش وانا نحكم في الفلوس في وانت اسرائيلي عندي لاورد سوفاج ونوزع في الفلوس على اللي نحب وفي الوزاره وانا اللي ناخذ في فلوس الامريكان ليه معناتها حاجات والسيونيست بدا بالسيونيست علاش السيونيست خاطر مشيت لفينيس ما زلت ما نجمش نربط العلاقه انا ما نعرفش خاطر هذا الكل نقبله في قلب فدلك لكن هو بالنسبه ليه بون انا ما حقنيش جبت عليه تو بكل مي خاطر زيد نوري مريم يسمعها تخرج دونك مريم كلمه اخيره معناتها والله كلمه اخيره كيما خاطر سبق وحكينا على موقف صغير قلت نوري كان في يوم من الايام حاضر في البلاتو هذا مسا كاليتي دو جوري للاعمال الرمضانيه وان دي تيتر وقتها مريم غايبه على معناها ما حضرت حتى ايميسيون وبارمي لي 3 كار دي تيتر في السيزون هذيك مريم شعبان بها وعليها وكل وقال السيد نوري اللي انا نعزه ونقدره بيان سور وكل حاجه في بلاصتها قال مريم مقلقه وانا وقتها نتفرج مانيش مستوعبه ومش فاهمه لكن هذا خليني نطرق الاوضاع موضوع ما اهم كان تسمح لي سي نوري حاجه مثلا كيما تظاهر ايام قرطاج السينمائيه اذا كان جهه كان فيها كان اهل الذكر يعني هي المفروض ملتقى للسينمائيين وللشباب للصاعد بما فيه من ممثلين وتقنيين ومخرجين واتسيتيرا كان جاي الفستيفال هذاك مغربل كيما لازم كانت تكون فرص لهالمخرجين كيما سي نوري وللممثلين باش يتقابلوا يحكيوا ويحكيوا على قضايا ويعرفوا بعضهم مباشرة فيتم اكتشاف بعضهم بغض النظر عن جوستومون هل لي بوز والاعلام وفلان قال وفلان سوى وهذيك قالوا النجم نحكم مثلا سي نوري كنا في الكوليس يقول لي مريم العيب اللي نحسوا فيك انك ما فماش تواضع اون ديغي كو تو جو لو دونور دو لسون نقولوا ليه سي نوري فما غلط في المفاهيم نجم تكون الميساج ما وصلش كذا جوستومون المفروض انه المهرجانات هذيا اساسها خلق فرص للمقابلات بين اهل الذكر والاجيال الفارقه والاجيال الجديده ابداع جديد لكن انا وقت راهو اوبليجي باش نحكم خاطر باش نختاروا ممثلات شكون اللي وانا ما قلتش كان الكلام هذاك قلت كانت باهيه برشا نجمها سامي الفهري في كاستينغ قلت زاد ما يلزم زاد تاخذوا كان الشطر اللي نقولوا ما يعجبكمش والشطر اللي يعجبك هو بيني وبينك سامي الفهري لتو نجمني راه بيه مريم يعطيك الصحة نعرف اللي عندك بالنسبة لي في كاستينغ تو تي بيان ونعرف انه عندك التزاماتك خلينا نكملوا حوار في الكهرباء سمعنا انا ونوري خاطر باش نحكيوا على عرايس الخبز ان شاء الله اللي انت شفته ونشكرك على خاطر للاسف اليوم يلزمني نشكر الممثلين اللي ولاو يجيو للتابي روج يمشوا في التابي روج ويقعدوا يتفرجوا في فيلم وكانوا ولا مزيان شكرا لك مريم بالنجاح والتوفيق نوري بوزيد عرايس الخوف بعد 17 سنة من عرايس الطين عرايس الطين 2002 اجينا عرايس الخوف بعد 17 سنة كلمة العروسة هذه اللي انت تستحضرها بين بعد 17 سنة علاش والله كلمة العروسة تعبر على نعت تندنسيو وميبريزابل ميبريزون للبنت للبنات عروسة مش نتربج بطفلة نقولها يا عروسة أنت عروسة ينجم يكون هذاك لكن ينجم يكون العرايس العرايس هما حاجة نحب نجيبها للدار نحب نملكها وما نتصورش اللي كل طفلة تقبل بسهولة أنك تسميها عروسة فيها تشيء كشيء جنسي انا معناتها نقصدو زاد في لي دو فيلم
خلينا نقرب شويه الصوره. نوري بوزيت في الفيلم هذايا يجي يحكي لنا على العائدات من سوريا وهما ضحايا. هو اختار ضحايا نساء عائدات من سوريا وجلد المجتمع لهم من جديد. نوري بوزيد، وقت اللي نرجع نحكي على سوريا نحكي على فلسفتك مع الإرهاب اللي بدأت من فيلم ميكينج أوف، تواصلت 2006 من موتش 2012 وعرايس ستين 2019. هنا قاعد نعمل في تريلوجي هكا معناتها؟ أي أنا عندي ستين تريلوجي، ميكينج أوف، من موتش، عرايس الخوف، ستين تريلوجي مقررها في دماغي من الأول وما حكيتش عليها على خطر أشي يعتبروني دعوة وحاسب روحه مي في دماغي كانت ثلاثة مراحل سميتها، معناتها فجر، ظهيرة، والغروب. والغروب هي تحكي على معناتها اهتمامي كله كان على اقتحام الإسلام السياسي النسيج المجتمعي، هكا سميته. وانت تعتبر روحك اليوم من المحاربين ضد اقتحام الإسلام السياسي للنسيج المجتمعي؟ أنا ضد كل ما يحاول استعمال الدين سياسيا، أنا لأنه الدين ملك الناس كله، والدين بالنسبة لنا الإسلام عنا احنا هو حاجة تجمع مش تقسم. هي ما عادش احنا في مراحل الغزوات، احنا في مراحل المحبة. الدين لما الدين عيد الدين بسبب أفلامك وأرائك كفرت. التكفير هذايا شكون اللي حبي كفرني؟ علاش شكون مش حاسب روحه وبنى سلطة وبنى يعني ثم سلطة إلهية موجودة على الكون؟ شكون اللي يحسب روحه سلطة إلهية؟ مو بيني بين خالق، إيش عندك فيا؟ كلمة الخوف اللي استعملتها في عرايس الخوف، هل عشت الخوف؟ أنا عشت الخوف، أنا عشت الخوف on direct present. كيفيه؟ والله صارت فازة نجم ناخذ شوية وقت نحكيها. خذ الوقت الكل. أنا استدعاني لطفي العماري وقتها هو لهي بكلام الناس قال لي نوري نحبك تجي، قلت والله أنا توجس في نون إيفينمون كي أحضر الفيلم ممكن شوف. قال لي لا جنسيست نحبك تجي، حتى سبق لي أنا ثم واحد كان ماشي يجي ما نجمش، اخترتك أنت. قلت باهي نجي إلى أنسيستي، وأنا ما عنديش مدة طويلة من اللي جيت لكلام الناس. حضرت أنا وصديقتي في أثناء واحد حكينا على الخوف، وأنا من غير ما نخمم في حد شيء وما نعرف حد شيء قلت أنا خايف. ما هوش عيب أن واحد يقول أنا خايف، أنا خايف على بناتي، أنا خايف على البلاد، أنا خايف على برشا حاجات. على روحك؟ على روحي. بون أنا روحي نقول أنا قلت معناتها أنا مستقبلي ورايا، كملت عملت اللي حب نعمله، معناتها مش كما واحد في عمري أنا، مش كما شباب. أي بوي البلاد، إذا البلاد معناتها في حاجة الناس يبدعوا زادة نخافوا عليهم. صار نهارتها اللي صار هو أنه كي روحنا ليل تقريب وصلنا للدار تقريب ستة اون ديركت خلط يمكن هكيكة تخلط ماضي ساعة كي خلطنا نلقاو البرتمان نسكن فيه هنا والعمارة مسرك لها بالبوليسية كرهب وشرطة والدروج مليانة وسطح وطلعوا السطح يحبوا يتأكدوا يدقوا على الباب متاعي يحبوا نحل، لكن العساس قال لما دام كربته مش هنا راهو مش هنا. كي جيت بالكربة جاءوا يحكوا معايا، أول حاجة تنفسوا يحسبوني مت على خاطر خرجت معلومة أنه باش يقتلوني، وعطاوا الوقت بالضبط، وبعد خرجت معلومة ثانية أنه أنا مت وهزوني في حالة معناتها بعد الموت كمل في أنفاسي، هزوني للكلينيك متاع النصر ونسكن في النصر. دونك أنا قلت
قلت لهم وقتاش الحكايه هذه؟ قالوا لي على الوقت. انا وقتها نحيت فيسبوك ما عادش عندي خاطر كثر التهديدات. الوقت بيده هو اللي قلت فيها نعرف. واذا كان صدفه فالصدفه اللي جات من عند لطفي انقذتني ممكن من الموت. من الموت نحكي على الموت. انت اللي صورت من موت شو عملت الممثل نوري معناتها وصيتك بعد وفاتك كتبها ولا ليه؟ حكيتها مع بنتي. لا ما عنديش حاجة مكتوبة لك. ايش قلت لهم لبنات؟ قاعد الحكاية بيني وبينهم معناتها كيفاش يتصرفوا مع بعضهم، كيفاش يتصرفوا في الحاجات متاعي، كيفاش حاجات أثناء موتي كيفاش يكون، ولو ما وافقونيش هما مثلا عبرت أني منحبش نكون مدفون في الشخص. عندي الحق ولا في هذه ولا. أنا منحبش. علاش؟ منحش منحبش. فما وجوه ما تحبش تشوفهم في جنازتك؟ برشا. ماذا بيا ما تصير الجنازة. أنا ماذا بيا إذا كان يسمحوا أنه يحرقوني نتحرق. قلت لهم أنا نحب إذا كان ما عنديش الحق نتحرق رماد والرماد يطيش في البحر، نطلب أنه يعطيه. لكن أنا كبير في العمر يعطيه الجسد متاعي للطب. ما نحبش نتفن في صفاقس، ما نحبش نرجع للتراب والحكاية هذه الكل. ما نحبش. علاش؟ أنا قلت لك أنا معناتها علاش صفاقس بالتحديد؟ على خاطر أنا طفولتي كانت في صفاقس. كانت توا استرجعت إمكانيتي أني نتكلم بحرية مع روحي. طفولتي رغم لي أنا في عائلة ثرية كانت مليئة بالعنف الأبوي. الأخ الكبير، الأب لا، أخ الكبير. فكانت الحكاية هذه معناتها كنت نستنى بدقيقة ودرجة وقتاش فارق صفاقس. خديت الباك فارق صفاقس سيتي 66. موجود الأخ الكبير اليوم؟ لا، توفى عنده عامين. حزنت عليه؟ ما حضرتش في تفين، مشيتش تفين وقلت حاجة خايبة ياسر. قالوا لي توفى، قلت لهم بخي هو ما توفاش عنده برشا. أوف بقويك. كهو معناتها ما نجمش نحكي أكثر. يعني راهو كان تجي تفركس الحاجات اللي حكيت عليهم في الأفلام أكثر ما عشت. لكن جولي سبليم مع شخصيات أخرى، مع ممثلين حتى فيلم بزناس اللي هو ما عنده حتى علاقة بحياتي. عملنا أنكيت عام قبل الفيلم، سوسة أنا والأسيستان تاعي منير بعزيز هو يصور وأنا نحكي. ثم بزناس يحسبوني أنا توريست طليان. داو يحكيوا معايا في حاجات قرتني في فيلم عاش حاب نعمله، لأنه كنت عندي رغبة أني نحكي على معاناتهم. معاناتهم كانت مغلوطة. دونك في وقت من الأوقات تعرف علاش عملت الفيلم؟ على خاطر الوزارة عملت كل ما في وسعها أنا تمنع عملين. وقتها ولدت مسألة حياة أو موت أني نعمل. أقول لك حاجة، بزنس أول فيلم تونسي شفته في السينما بالحق في حياتي. 500 فرنك دخلت وقتها. أي. في عينيك عمري ما ريت هال كي لمعة شوية هكا بتاع دمعة هكا. أي. توا عمري ما ريتها. أنا غلط ولا أنا نتوهم؟ ممكن على خاطرنا في اذاعه ما يشوفوهاش. دونك ليه يشوفونا هم الكاميرات؟ علاش اي خاطر اللي حكيتهم الكل يمسوني انا، وخاطر ثم حاجات ما نجمش نحكيها. فهمت؟ باه شوف ندلل عليك. تفضل. انا حواري على الفيلم طويل جدا والوقت اليوم ضيق جدا. زلت لي تقريبا 20 دقيقه.
نجم نستأذنك انك سبت الجاي تكون معايا؟ اي نجم. من اجل نحكيه على الفيلم اكثر، لانه ما نعرفش شنو هو اللي خلاني اليوم نحكي على مواضيع اخرى. واعتبر اليوم ظلمت الفيلم انه ما حكيتش برشا على عرايس على 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 عرايس الخوف، اللي هو فيلم معناته بالشهبط نهار الاحد في القاعات، وننصحكم باش تشوفوه بالحق ماذا بيه. وكان الجمعه الجايه تعطوني رد الصادم تاعكم، على خطر نوري المس برشا حاجات في ذات الانسانيه، وباش تحسوا انه ماهوش فيلم تونسي بقدر ما هو فيلم انساني بالاساس. هذا اللي نجم نقول عليه بعد ما شفته وانا بعد ما شفته. ونحب نوري تجيني الجمعه الجايه. اي اي لك بليزير. ما عادش عندي ما عادش عندي نفس معك انت. راني نوصل اني نقول كل شيء، بس روحي في ثقه. يعيشك على الثقه. و شوف ما عنديش ما عادش عندي جهد بعد اللي سمعته باش نكمل نحكي على الفيلم. جهد معنوي بالاساس. وانا نحب كيما انت تبدا صادق وقت الكاميرا، وقت اللي ما عينكش باش تكمل تقول نقص توا، معناتها نحبك تحترم هذايا، معناتها اي هي هي هي. ما نحبش نبلفط نسال اسئله من غير ما نتفاعل معاك، من غير ما نحس معاك، لانه انا معاك في شانج نحبها تكون ايموشنال اكثر منها تكون نسال وانت تجاوب، نسال وانت تجاوب. تقبل مثالش؟ اي اكون سعيد جدا. مشكل دوتون بليس اللي بديتها لي بانك تستدعيني الاسبوع الجاي، دونك مش اضطرت فيها. لا 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 ها دونك علاش ما نقولش الاسبوع الجاي دونك معايا بليزير. افيك بليزير، وممكن يكونوا ناس اكثر اللي شافوا الفيلم. فوالا مي سي سور كي لا بوكو شوز ادير على الفيلم. انا ديجا عندي برشا سؤالات وبرشا ملاحظات، حتى على الكتابه وحتى على كل شيء على الكاست، التعامل مع الممثلين، كل شيء كل شيء. نحب يا بوكو شوز سبيسيال سوفي. ونعتبر الحوار اليوم كان قوي بالنسبه لي انا بشكل نفسي كبير برشا، هزني من داخل. ف بالحق نعتذر منك لاني غير قادر على مواصلته. باش تقف يلا نوري، يعطيك الصحة، ميرسي.